السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم على هادي علي. اليوم عندنا ضيف جدا عزيز وإلى الفضل الكبير جدا بمجال التقنية، وقدم محتوى جدا كثير خلال السنوات السابقة. شخصيا أنا أعتبره واحد من خبراء الأندرويد لسنوات طويلة جدا. ويانا اليوم الأخ عبد الرحمن العنزي، أهلا وسهلا بك ونورت القناة. يا هلا، مرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله. الله يخليك. اليوم راح نسولف بكذا موضوع، وأول سؤال وأكثر الأسئلة اللي تكررت من خلال المتابعين، برأيك فلاجشيب هذا المصطلح اللي دا نشوفه يختلف من شركة إلى أخرى، وكل شركة دا تستغله بشكل مختلف، شنو النقاط أو شنو المعايير اللي تحدد هذا الجهاز فلاجشيب، المعالج أو المواصفات؟ هو في البداية أكيد المعالج، لأن الشركة ما راح تقدر تدفع رقم كبير وتفرط بهذا الرقم على مواصفات أقل، بالإضافة إلى أن المعالج يحكم أغلب الهاردوير. يعني مثلا ما تقدر تركب معالج 865 مع ذاكرة EMMC مثلا، أو تحط له بصمة على الشاشة بالخلف بظهر الجهاز، مثلا البصمة القديمة. في بعض التقنيات صارت باكج مع المذربورد، تجبر الشركات اذا اختارت معالج فئه عليا انها تكمل باقي الليسته، LPDDR4، LPDDR5، UFS 3.1، فباقي الامور رام، روم، ذاكره، حتى انواع بروسيسور الكاميرا. الشركات ملزومه بانواع محدده، على هالاساس يتم تحديد باقي المواصفات. فهو هذا مو نفس عالم البي سي، انا اقدر افرط بقطعه او ارخص هنا وارخص هناك، غالبا تكون باكج واحد، علشان كذي يسمونه تشيبسيت، لان عباره عن قطعه كامله فيها اغلب هذه الامور. تمام بالضبط. والمشكلة إنه بعض الشركات يعني إذا تشوف جهاز من الفئة المتوسطة تسميه فلاجشيب، يعني صارت المقاييس غير واضحة. الكلمة غير واضحة، كلمة فلاجشيب كلمة غير واضحة. يعني فلاجشيب هي السفينة الرئيسية التي تقود باقي السفن. لنفرض أن أسطولك ضعيف، صح، تقدر تقول أن هذا فلاجشيب. يعني خلنا نفرض أن أنت مثلا صاحب شركة كورولا فقط، فأنت ممكن تقول الكورولا هذه الفول أوبشن الفلاجشيب تبعي، وفي باقي سيارات كثيرة أفضل من كورولا، ولكن أنت بالنسبة لمعيارك هذا فلاجشيبك، يعني هذه إمكانياتك. فأنا ما أقدر أقول لك لا والله هذا مو فلاجشيب تبعك. نعم فلاجشيب تبعك، لكن ضعيف بالنسبة لغيرك. تمام. زين، رأيك بعبارة أفضل هاتف، أفضل هل هاتف فعلا أكو موجود أفضل هاتف؟ يعني أفضل هاتف من كل شيء، اختيار يعني شخصي. أكو كلمة هاتف فنية أفضل شيء، كامل؟ ما في شيء. أنا تعلمت بالتقنية أن لا يوجد شيء أفضل شيء، لا يوجد أقوى بي سي، لا يوجد أقوى هاتف، لا يوجد، هذا الأمر غير موجود. لكن يوجد تفضيل شخصي، يعني تقدر تقول هذا أقوى هاتف جيمز نزل 2020 للحين، يحق لك تقول هالكلمة. أو تقول هذا أفضل جهاز بالعالم للإدت والتعديل، هذا أفضل جهاز بالشاشة مر علي، تجربة شخصية أو اختيار شخصي أو تفضيل حسب مواصفات. نعم تقدر، هذا حق من حقوقك. أكيد. يعني هو يعني بالنهاية كل جهاز له سلبياته وإيجابياته، فما نقدر نقول هذا أفضل شيء أفضل شيء، بالنهاية هو المستخدم هو اللي يحدد شنو الجهاز المناسب له. انت لو قلت لي ان افضل جهاز عندك مثلا موتورولا 1، تقول انت يلبي مطالبي وشوف ان افضل تجربه انا مريت فيها. انا ما اقدر اناشبك بتجربتك، اقول لك لا ترى غلطان، ترى هذا الجهاز مو زين. ما اقدر، تجربتك كيفك، انت تجد ان هذا افضل شيء. نعم كيفك، بس ما تجبرني انا اني التزم بكلامك. يعني انا بشوف ان جهاز ثاني افضل شيء. اذا هو اختيار شخصي، اذا هو شيء فني تعال نشوف المعايير شنو. هل انت اسرع واحد بالمعالجه؟ هل انت اسرع اقوى واحد بالكاميرا؟ هل من اللي يقيم المعيار هذا؟ فانت تقدر تحط علامات صح على بعض مواصفات الهواتف عند ناس مختصين، وكثير تم شرائهم للاسف. تمام. زين، ده نشوف الفتره الاخيره مشكله دخول الفاشينيستا او المشاهير مجال التقنيه اللي خرب كل شيء، يعني صارت ماكو فد مقاييس محددة، صارت انه استغلال او جهل للمستخدم. والله يا اخي الحبيب، ما راح الوم مدير التسويق في شركه معينه اذا كان يجد ان هذه الفاشينيستا او تلك تجيب له مشاهدات وبيع. ما راح اقدر اقول له انت ملام، لانه هو المطلوب منه انه يبيع بالنهايه. بس اقدر الوم كل شخص فني ومهني وشخص مختص بانك لا تدخل هالاشكال هالمكان. يعني هذا المكان يمكن يكون هذه الزاويه اللي بقولها انا مو متبنيها كثير من الناس. انا بالنسبه لي التقنيه ماخذها بشكل جدي زايد عن الحد. فانا اشوف اي تهجم عليها من قبل ناس غير مختصين او ناس ما لهم باع طويل بالمكان
ويتكلمون بجهل كبير او يتكلمون باستخفاف بالمنتج يزعجني انا، بس ما اقدر اقول انت يا مدير تسويق الشركه الفلانيه ترى اخطات انك جبت الفاشينيستا فلانه. طيب جابت له مبيعات، هو بالنهايه يبي يعني تخيل قبل تقريبا فتره بالعراق يعني احدى الشركات جابوا مشهور، فهذا المشهور سوى اعلان لمنتج معين، المنتج هذا هو كان اول اصدار له، فنزل على حسابه بالانستغرام انه أنا جربت الجيل السابق وكان جدا ممتاز، هو هذا أول إصدار يعني ماكو جيل سابق، فمن هذه المقاييس؟ صحيح والله. والله يعني غريب مشكلة يعني، هي بصراحة كوميديا يعني، جزاك الله خير ضحكني. لا حول ولا قوة إلا بالله، شرب لليته ما يضحك. يعني الحين هو يعني هو بيطبل فلتت منه يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله لا يحطني مكانه يا أخي، والله شيء محرج. مشكلة يعني مشكلة. صحيح بعض مرات الإعلان يرجع المشكلة عليك، المشكلة صح يعني المشكلة اللي تصير مجتمعنا يعني مجتمعاتنا بشكل عام، إنه أنت إذا عندك أرقام كبيرة بغض النظر عن المحتوى مالتك، إذا كلامك صحيح شنو الشيء اللي تقوله صحيح، يعني هذه مشكلة يعني هي بالضرورة مو بالضرورة هي بصراحة مشكلة. بس أيضا لازلت أقول لك أنا كنت مدة طويلة أوجه لوم للناس بأن يا أخي ليش ما تفكرون، ليش ما تبحثون، ليش ما. بعدين استسلمت قبل سنتين تقريبا، استسلمت بأن أنا ليش ألوم الناس يعني. يعني أنا لما كنت قبل 20 سنة كنت أشوف المجلة الفلانية هي أكثر مجلة موجودة، مجلة ورقية موجودة على كان مكتبة أشتري منها دائما الكتب، موجودة على الرف، وقلت بما أنهم حاطينها في هذا المكان وهي أغلى واحدة وهي دائما الناس تسأل عنها ان هي افضل مجله وافضل من يقيم، بعدين اكتشفت بعد 10 سنين اكتشفت ان المجله هذه بطيخ واللي فيها بطيخ كذي يعني. فليش ما علمت نفسي انا قبل ان انا غشيت؟ لان بصراحه انا ما اقدر اوجه لوم للناس، لان في غش يا اخي، واللي قدامك قاعد يشوف ارقام اكيد انه مو كل هذول على غلط، وقاعد يشوف مثلا مشاهدات فيظن ان العامه من الناس على صح. وهذا الامر قلت لك ما اقدر اوجه فيه لوم لحد، بس اقدر اقول لك انه مو صحيح، الارقام مو دليل كامل على نجاح هذا التقني كشخص مختص، انما نجاحه قبول الناس ومشاهداته. يعني اقدر اقول لك هذا فلان عنده حظوه وعنده قبول عند الناس وعنده مشاهدات كبيره، بس هل هو مختص جدا؟ يعني قد اجد انه مو مختص، او قد يجد غيري من المختصين انه غير مختص، بس ما اقدر ارفض انه في كثير من الناس يعني شايفين قبوله او شايفين انه شخص زين. لا أكيد. طيب شنو الفرق ما بين المؤثر والوصول؟ في التسويق في النظريات، هذه النظرية يعني شيء يتم وضعه من قبل عالم قابل للخطأ والصح لحين إثباته. النظرية تقول بأن في الإعلام يوجد وصول ويوجد تأثير، فأنا ممكن أعطيك منتج أنت تصل لمليون مستخدم لكنك ما تأثر على ولا واحد فيهم، مثل ما حصل مع رونالدينو لما عطوه تليفون لوميا مايكروسوفت وقال انا استخدم هذا التليفون، شاف مئات الالاف من الناس، ولكن كم مبيعاته؟ اي كلام. هو وصل للناس، الناس دروا ان رونالدينو او رونالدو حسب ما اذكر كان يستخدم كان يستخدم هذا التليفون، اوكي احنا درينا انك تستخدمه، لكن كم واحد اشترى؟ هذا التاثير. بينما ممكن انت تروح حق واحد عنده 100,000 متابع ويكون مقتنع ويقنع متابعينه تماما، وكثير منهم يكونون مثلا فاهمين بالمجال بان هذا المنتج ممتاز، ممكن ال 100,000 يشترون. عبد الرحمن العنزي عزيزي، شنو النصيحه اللي ممكن تقدمها لكل شخص حاب يدخل بمجال التقنيه؟ والله يا اخي انت لما تدش مجال التقنيه لازم تحدد بعض الامور. اذا كنت انت تبيها مجال علمي فلازم تشيل من بالك الفلوس، لان العلم والتسويق ما يجتمعون، لابد انه يكون بالنهايه في مفترق طرق انت تختار بعدين. يا اما انت تكون منحصر على منتجات معينه هي قويه فعلا وهي قادره انها تعطيك المنتج وانت تتكلم عنه بقوه، فانت ما خسرت شعبيتك وخسرت علمك، او انك تتنازل عن هذه الاماكن، اما ان جمهورك يقدر يدري ان مو جائز لك بس انك ماخذ تسويق تمام، او جمهورك ينخدع، فانت يعني يبقى لك الشعره هذه اللي بينك وبين الجمهور. هل الجمهور يقبل منك انك تمشي الليله علشان تعيش؟ فانا اشوف ان اللي بيدش المجال التقني كاحتراف، الاحتراف هو انك توفر مجموعه من وقتك مقابل المال، هذا هو الاحتراف. انت الحين وفرت وقتك امام المال،
هل هذا المال انت تنام راضي بالليل؟ اذا كنت راضي ما عندي مشكله وياك، انا بالنهايه حياتك انت بتعيش. بس اللي اشوفه انا شخصيا جاني المفترق هذا من 15 سنه، مفترق طرق المال والعلم، اخترت العلم. وهو على فكره هو خساره كبيره تجاه المال، يعني ان انت تختار العلم فقط صرف هو خساره ضخمه امام المال. فانا اقول اذا تقدر تراعي، واذا جمهورك يفهم وجهه نظرك وفاهم انت ايش تقصد، يعني اذا قدمت هذا المنتج كتبت تحته اعلان قلت يا جماعه هذا اعلان، الناس عارفين ان هذه سبوبه، وانا يا جماعه ترى انا مو شرط اكون مقتنع بالمنتج بس انا قاعد اقدم، يستقبلون الموضوع بالضبط. بس المحرج شنو؟ المحرج اذا كان المنتج تقني، يعني لو جبت لي انت بخور راح اقول لك والله ترى زين البخور وانا تقني ما عندي مشكله وياك، نفس ما يسوون الفاشينيستا بالهواتف، هل في احد لامهم؟ قالوا كاميرا زينه وقالوا تليفون عجبني، فهذا يلومهم. بس لامونا احنا كمختصين اذا اسانا اساءه واحده للهاتف وما قلنا في ميزه او عيب. يمكن اذا اعطوك منتج خارجي، يعني جاتك شركه وقالت لك مثلا ايش رايك تعرض الطابعه 3D هذه فيها ثلاث مواصفات، انت تقدمها للناس، انت مو مهتم في قطاع الطابعه 3D ولكنك تبي تطلع فلوس من هالمكان، اقول لك يا اخي اوكي ما انا ما عندي مشكله، يعني اذا المكان ما ياثر على مهنيتك ترى شيء مريح انك تكسب مال ومحافظ على مكانك وشيء جيد يعني. حلو كثير ممتاز. شكرا اخوي عبد الرحمن العنزي، وكنت ضيف جدا عزيز و الله يسلمك، شكرا على هذه المعلومات اللي ضفتها وزاحمتك كان يعني. لا ابدا عزيز وغالي، اشكر جدا على الاستضافه وشكر لكل متابعينك الاعزاء، تحياتي وتقديري لشعب العراق، انا مسميكم شعب الحلول. الله يخليك، كل مشكله عندكم لها حل دائما، حتى في لما دشيت المجال التقني ترى كل الحلول الغريبه لقيتها عند العراقيين، يعني الحمد لله يحلها لك بدبوس، يحلها لك بابره، يحلها يعني ما شاء الله تبارك الله. لا عندك يعني جمهور جدا كثير من العراق. نعم يعني انت من نزلت على الحساب مالتك على السناب شات انه راح تصير بلقاء او استضافه، كثير من المتابعين اجوني ودزوا لي والله اتشرف فيك. العراقي لما تتكلم وياه تحس انه فاهم، ما يغثك يعني ما بالنهايه تعطيه الملخص، قدامك واحد فاهم، واحد اثنين عرفت متفاهمين خالصين، ما تقعد تشرح له من الصفر، يعني الجمهور العراقي جمهور مريح تقنيا. الحمد لله. الله يسلمك عزيز وغالي. شكرا لك واشكرك على تلبيتك للاستضافه. اهلا وسهلا. تمام اعزائي المتابعين، وصلت الى نهايه هذا الفيديو، اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار ممكن تراسلوني، كل الحسابات الخاصه بالاخ عبد الرحمن العنزي راح تشوفوها موجوده اسفل وصف الفيديو. وكالعادة في الختام لا سعنا القول إلا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله. أمان الله.